هلا بكم وحياكم الله. فنان جديد لكن من مرسمه، وهو تخصصه فن الحرفيات الحروفيات، تصحيحا يا عامر، لا تغلط يا عامر حق الفنانين، فنانين طيبين. اليوم معانا الفنان نهار مرسوق، حياك الله استاذ نهار. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله جميعا، حياك الله استاذ عامر. يسلمك ربي. يعني انا اللي عجبني من الاشياء اللي ما شاء الله كثيره عندك، خاصه من مرسمك او من خلال مواقع التواصل اللي شفتها لك، تخصصت في فن الحروفيات. ممكن تعطينا فكره اولا مين هو الفنان نهار مرزوق قبل ان نخش بعمليه فن الحروفيات؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اليوم انا سعيد اولا بالتعرف على استاذ خالد عامر الخالدي، وسعيد بزيارتكم للاستوديو عندي. وانا بدات باعمال مع في الدراسه، هي اللي المساحه الوحيده كانت للناس تدخل في هذا المجال، وكان الخط هو اول ما فتحت عيني للتميز اللي خطه جميل الناس تثني عليه اكثر من اللي رسمه جميل. وانا كان عندي الموهبتين متقاربين، فادعمت او استشرفت عيون الناس وذائقتهم وبريق عينهم للخطاط، فدخلت هذا المجال واستمتعت وجلست فترة طويلة اشتغل بس في الخط العربي. ودخلت في عام 1489 في لكلية المعلمين، وكان أقرب تخصص لي هو التربية الفنية، فدخلت التربية الفنية وتخرجت عام 93 1412 تقريبا، وصرت معلم للتربية الفنية. ودخلت هذا المجال وصريت على الخط فترة، وجدت في السوق المحلي كثير من الناس محتاجين لأولادهم أن يعلمونهم الخط، فدخلت هذا المجال. بدأت أعمل دورات ورش عمل للخط، مسابقات للأطفال عندي في العمل، أعمل لهم ورش وأعمل لهم برامج، واستمتعت بهذا المجال فترة طويلة. الآن بدأت يعني أهرب نوعا ما وأدخل أشياء أخرى، ما هي كان حاولت ادخل بين الاثنين، اجمع بين الاثنين. الان تقريبا اغلب شغلي يتحدث عن اطروحه، عن قبله الناس او قبله الانسان. في يعني نتذكر جميعا حديث النبي، من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها او هجرته الى ما هاجر اليه. فكل انسان عنده هجره يبحث عنها ويسعى لها، وهو يعني اللي هي الهدف اللي يسعى له الانسان. فانا اخذت هذا الكونسبت واشتغلت عليه، فاخذت انه الهجره يعني القبله او المكان التوجه. فايش القبله عند المسلمين؟ هي مكه، فدخلت هذا الخط. بعدها دخلت الى المدينه المنوره، وجمعت بين انها قبله او توجه لافئده كثير من البشر. وبحثت عن يعني هذه الايقونه، وكيف انه هذه القبله وحدت الناس كلهم، مشاربهم، مذاهبهم، افكارهم، ثقافاتهم. ثقافه عاليه قبلته واحده، ثقافته اقل، مذهبه، فكره، اطروحته، لغته، كلهم اذا اذن كلهم يتجهون لقبله واحده. فيها انسانيه عجيبه كذا، حسيت انه اخذها جزء جزء. فبدات اخذ الاذان او المآذن اللي تنادينا لهذه القبله، اخذت الاقواس في الحرم اللي كانها تحتضن الناس داخل هذا المكان، اخذت يعني مقطع من هذا المكان وتحدثت عنه. كانت في البدايه كانت حروف، رسمت مكه ورسمت الطواف وكأنه تنظر لها من السماء. فإيش حنشوف؟ الطائفين فوقهم حتطلع الأدعية أو الدعاء أو النداء اللي يصعد إلى السماء،
فتخيلته هو حروف مكتوبة وتصعد، فجعلتها مكانها هي عبارة مجموعة من الآيات والأدعية والحروفيات هي التي تصعد، فعملت بين الحروفية وبين الفكرة، فكرة القبلة كأطروحة. فحاولت يعني. بالعكس ما شاء الله، حتى لما تشوف الحين بعض الأعمال الفنية أبدعت فيها، لأنه فعلا تجسدت بهويتك الخاصة بالحروفيات، أنك ربطت العقيدة أو التوجه للقبلة للجميع المسلمين والمسلمات بفن جميل عريق، وإن شاء الله يكون له توفيقه. وزي ما تقول يعني تاريخيات، أنك حطيت حاجة من تراثنا في العالم الإسلامي كله مع الفن الشرقي بالحروفيات اللي هو الخط رسمت بينهم ما شاء الله عليك. يعني أنا ما شاء الله شغلته موجود فيه، حتى لاحظ أنك أبدعت فيه حتى من خلال أنك سويت عندك في الاستوديو جالرية معرضك الخاص فيها، وأعتقد هو اللي تسوي فيه الدورات للطلاب، صح الكلام هذا؟ بالضبط. بعد ما عملت الاستوديو صرت استقبل المهتمين في هذا المجال عندي في الاستوديو، وكان في طبعا الزيارات مفتوحه للجميع، مدارس تجي تزور، اكاديميين من الجامعات، اساتذه دكتورات، فنانين تشكيليين، مهتمين، تالنت بشكل عام، أكثر من جروب مختص بالمواهب. هذا المكان للجميع، هو مفتوح للكل ما شاء الله. هنا يجي في خاطري استفهام أو استفسار عفوا أستاذ نهار، كيف تحصل إقبال الأطفال؟ لأن يعني إحنا للأسف يعني بالذات في السعودية عندنا ثقافة الفنون كل أشكالها لأطفالنا يعني مهمشة شوية، جالسين نحاول نقول انه انت لما تبني جيل صح على اجيال تبتدي من طفولته، الرجال اذا كبر او البنت خلاص فهو كبر السن، فصعب انك تغير توجهه بغض النظر ايش شيء ثقافته. فاحنا طبعا مع احترام الجميع جالسين نتكلم عن ثقافه الفنون عشان احد يروح يقول حاجه بعيده. هل تحصل حضرتك انه اقبال صغار السن لو جوك او يبغوا يجوك، هل تحصل في يعني حب الاستطلاع، حب الاستفسار عنك عن اللي سويته من فنون؟ كيف تحصلها؟ كيف تفعلهم يعني؟ الأطفال صفحة بيضة، إحنا نوجههم، أحيانا المجتمع هو اللي يشجعهم، أحيانا تجد بعض الأسر هي اللي تعطي له المساحة هذه، وبعض الأسر لا، تبدأ تكسر من جديد وتحاول أنها يعني تغلق عليه هذه النوافذ بالتنمر والسخرية منه وكذا، أنه أنت اشتغل بالفن، الفن ما يأكلك عيش، خليك دكتور، خليك طبيب، خليك يعني اهتم بهذه المواقف اللي ممكن انها كمستقبل، رغم انه لو تخصص في التفاصيل هذه البسيطه. يعني مثلا الان في العصر الحالي الانيميشن مثلا كثير من الاسر تحاول تبعد اطفالها عنه، وهو من التخصصات النادره جدا، واصبح في حرب ضخمه جدا في كل العالم بين الشرق وبين الغرب، بين اليابان والصين وبين دول الغرب في سيادة هذا المجال، ودخولهم للهوليود ودخولهم كلها من على يد فنانين ورسامين. فين فنانين العرب اللي يمسكون هذا المجال ويدخلونه ويحتاج أحد يشجعهم؟ فالبداية من الأطفال، هذه كانت يفترض أنه إحنا مهما كانت تخصص أو اختيار أبنائنا أنه إحنا ندعمهم ونوقف معاهم لهذا المجال. الله يسلمك. يعني انا شاكر الكلمه هذه، لانه فعلا احنا اعتقد يعني نحتاج نطور طموح وشغف ابنائنا بالذات الجيل اللي طالع، لانه زي ما تفضلت اليوم الانيميشن والجرافيك هو مستقبل، يعني هو شيء واعد فبدايته انه يكون ذويقه الطفل من صغر ملمسه باحساسه يعني حتى لانه علم الالوان هذا علم خاص بحر بحد ذاته، تركيبه الالوان وفهم كل لون من حاله، سبحان الله كيف يعني. لكن ان شاء الله يعني نتامل انه يكون في عندنا معاهد واكاديميات لفنون الرسم من الصغر، لانه اعتقد في عندنا شويه تقصير سواء من القطاع التعليمي او من القطاع الخاص، توافقني الراي يعني. يفترض انه يكون عندنا مساحه للاطفال للتعبير وللمشاركه، انهم يجدون نفسهم.
قد يكون ما عندنا أكاديميات متخصصة في هذا المجال بكثرة مثلاً الأندية الموجودة مثلاً في بعض المدن والقرى في كثير من الدول، والمفروض أنه هذه تكون موجودة عندنا. طيب مين موجودة؟ البرامج اليوتيوب الموجودة والمواقع التواصل، المساحة الموجودة فيها ترجع بالمسؤولية على الأسرة. الدولة لها مساحة من الالتزام كإدارة تعليم ومراكز أحياء ومراكز نوادي الحي، حاولوا أن يكونوا في الوسط لتلقي المواهب من الصغر، لكن الأسرة كمان عليها دور. أنا أشوف أنا لي ما يقارب 28 سنة في التعليم، وأجد أن الأسرة هي اللي تمسك الدفة، هي اللي تحرك هذا للشاطئ اللي تبغى توصل له. طب الحين أستاذ نهار، يعني لاحظت أنك شاركت في عدة معارض محلية، أي واحدة من المناطق تحس في إقبال متلقي وحبه لشغف الفنون؟ احنا نحاول نسوي عشان لا احد يفهمنا غلط، جالسين نحاول يعني نوثق ثقافه الفنون، لانه عندنا مواهب جدا عاليه طيبه من شباب وبنات في بلدنا الغاليه، لكن اعتقد ثقافه اقتناء وفهم ثقافه الفنون هو هذا الشيء اللي يبغى لنا نركز عليه في السنوات القادمه ان شاء الله. اتمنى انه يكون المناطق في المملكه تحذو حذو الرياض وجدة والشرقية. عدد الفنانين مو قليل جدا، ضخم كمشاركين وكممارسين. عدد الموجودين في الرياض مثلا، كان في مسابقة لجامعة الملك سعود، وكان لي شرف المشاركة في هذه المسابقة في التحكيم لها. عدد المشاركين فيها بالمئات، عدد كبير جدا. يعني أصدق القول أنه يعني تجاوز 1700 أو حدود هذا الرقم. ما شاء الله. وكلهم من الأسماء غير المعروفة، يعني طلبة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. وجينا للتحكيم هذه المسابقة، فالعدد الممارس عدد كبير جدا، لكن في الواقع لما نجي ما نشوفهم. تبدأ الحياة تشغلهم. المقتنين يعتبروا أقل من غيرهم، رغم أنه سوق الفن في الخليج سوق مو سهل، ضخم جدا، والتسويق فيه كبير جدا، وأتمنى أنه يكون أكبر. عدد صالات الفنون الموجودة في جدة والرياض هي الأكثر. المدينة المنورة فيها فنانين كثير، لكن ما فيها إلا صالة أو صالتين. أبها ما فيها إلا قرية المفتاحة، ما فيها صالة تجارية، وعادة الصالات التجارية هي اللي تنشط السوق وتحرك المقتنين والكوليكتر الموجودين فيها. في الشمال كذلك ما في صالات خاصة تستقطب المواهب هذه وتستثمرها وتبدأ تعرض لها في منصات عرض تليق فيها. المشاركات كثيرة داخل المملكة، كثيرة، وما بالك بخارج المملكة. المشاركات في الخليج يعني ما نلحق ما شاء الله، في دبي، في عمان، في البحرين، في قطر، في الكويت، كلها يعني مساحات ضخمة جدا، سواء كانت صالات تجارية أو صالات حكومية، وكذلك دول الخليج، الدول العربية الأخرى. المشاركات كثيرة جدا، لكن فين الفنانين الموجودين، ومن فين يروحون، وكيف يروحون؟ هنا يحتاج يعني نوع من التثقيف. يعني احيانا تكون في فنانين موجودين، ممكن قد يكون من المتابعين في مجموعه منهم، لكن ما يعرف فين يروح. طيب اسال، ما تعرف اسال، انا كيف اشارك؟ انتم كيف تشاركون في اسبانيا؟ كيف شاركت في المانيا؟ كيف شاركت في باريس؟ كيف شاركت في البلد الفلاني، في الموقع الفلاني؟ ابغى اشارك. طيب انت ما حد يعرف، انت تبغى الناس تدعيك وتبغى الناس تدعوك للمشاركه. طيب وانت يعني زمان يقولوا في الحاره
اللي يقعد جنب الباب ويقول ناولون الكرة سجل جول ما حد يناوله. هو ذحين هنا انت ارتست، انت فنان، تبغى تشارك خلي الناس تعرفك. طيب صح، لازم تكون متفاعل، لازم تكون يعني سابق، انت مقدم اعمالك. ما هنا تجي يعني النقطه الثانيه استاذ نهار، اعتقد قله من الموجودين، يعني انا عارف انه عندنا عده كم ما شاء الله من الفنانين والفنانات بالذات السعوديين، وعندنا في الخليج طبعا يعني ما شاء الله كان لي اكثر من لقاء من دوله عمان، من الامارات شويه، من البحرين ما شاء الله، من الكويت كان في دكتور من مصر الشقيقه، لاحظتهم متفرغين للفن. واعتقد زي ما قال استاذ الفن التشكيلي استاذ وحيد بلقيس انه الفنان يفترض انه يركز بعمله الفني، واحد ثاني يكون يعني متبني فكره انه التسويق وتجهيز المعرض عشان هو يبدع. وهذا فعلا نحصله في اوروبا، يعني بعض الفنانين اللي قبل احداث سوريا كنت شفتها، الفنان في مرسمه هو ما عنده اشكاليه كيف يسوي. وهذا نفس الشيء كنت شفته مع الأستاذ فاروق برضو من مصر، يقول لك أنا فنان لا تضيع وقتي في المعرض، سيبني في مرسمي وخذ أعمالي يبقى أحد يسوي. لما تجي تطالع مثلا في فرنسا مدرسة الفنون الفرنسية والإيطالية هم القدامى الأساس طبعا، نفس الشيء تحصل الفرنسي الفنان جالس كده جالس بس يرسم، واحد ثاني هو اللي ماسك له عملية التسويق والتنظيم مش عارف إيش. اللي أتمناه من أصحاب المعارض سواء الخاصة أو العامة انه يعني يعطوا فرص اكثر لدعمهم سواء المعنوي او المادي للفنانين، لانه الاساتذه اللي بدهم في السابق في السنوات السابقه يعني قصدي هم رساله والمستقبل للفنانين الجدد اللي هم طالعين سنه سنتين او لسه تو على مدى يحبوا بالفنون، لكن مشواره طويل. لكن اعتقد احنا اللي نحتاجه هو دعم اكبر عشان تظهر فنوننا. يعني ما احد من الفنانين العالميين طلع بروحه لانه كان يعني طاقم في فريق عمل، فريق عمل متكامل. صحيح. نعم، انا اتمنى انه يكون الفنان يتفرغ فقط لفنه، لكن ممكن يكون في عالمنا اقل شويه من العالم قد يكون الغربي، لانه هذا مجال سابقين فيه كممارسه، ولكن يعني كتخصص العرب دخلوا وأبدعوا وصنعوا أشياء كثيرة، والمسلمين كذلك في هذا المجال يعني دخلوا مجالات كبيرة. الحين إذا تواصلت مع صحفي أنت تكتب المادة الصحفية، أنت كفنان تكتب المادة الصحفية، أنت تصور تتصل عليه تقول أحضر، يقول لك صور لي وارسل لي واكتب لي واكتب، اسأل نفسك الأسئلة وحلها وجاوب عليها وارسلها لي. ليش اكتبها لك؟ طيب اصورها لك؟ قال لا تصورها، اكتبها علشان ينسخها قص ولصق ويضيفها في الصحيفة. فذلك هذا جزء. الجزء الثاني انك انت كفنان علشان تشوف الاطروحات الجديدة، الخامات النازلة جديد، علشان تمارس لازم تبحث. انت كفنان لازم تتابع منصات العرض الموجودة حوالينك. أنت كفنان ملزم بتتواصل مع صالات الفنون. صالات الفنون صاروا أقل حركة وكسلاً من القديم لكثرة الفنانين الممارسين، وقد يكون ظاهرة صحية ولكنها ترهق الفنان أكثر، أنه بيشيل لوحاته ويتنقل من مكان لمكان حتى يعرف الناس بأعماله. أحياناً ما تكفي مساحات التواصل الاجتماعي، ما تكفي لإقناع الجاليري بهذا الارتست، تحتاج انك انت توصل فنك بانك انت تذهب بنفسك لهذه الاماكن. لانه سبحان الله استاذ نهار الصوره مهما شفتها لن تكون ابدا زي ما تكون على الطبيعه. لما تشوف اللوحه تتفاعل معها، تفهم الالوان، تركب تفهم تلبيستها، تدرس العمق او البعد الثالث من اللوحه، ايش الرساله. لما تشوف صوره هي مجرد صوره مستقيمه فلات، ما حتكون حاسس بمشاعر الفنان بريشته رسمها او استلوى فيها. فيمكن اكيد انا وافقك راي انه اعتقد زياده المعارض هو اللي يدعم اول بدايه لكل الفنانين والفنانات ان شاء الله. هذا متنا باذن الله. باذن الله، باذن الله تعالى. طب خلنا الحين نطلع مع بعضنا نشوف بعض من أعمال الفنان نهار سوا، إيش رأيك؟
طيب يا مرحبا، حياكم الله. ناخذ جوله كذا في الاستوديو. انا اخذت فتره طويله اجهز، وتنقلت من استوديو لاخر حتى وصلت الى كل ما اسوي استوديو ايش ينقصوا، ينقصوا الجزء الفلاني، الاضاءه ينقصوا، مثلا المساحه ينقصوا، مثلا الارتفاع كيف هذا الجزء مهم عند الفنان لما يشتغل اعمال كبيره او ضخمه، المستودع حق تخزين الاعمال الفنيه ايش ينقص تخزين الاعمال الفنيه حتى تصل انك انت تحافظ عليها، ما مو كل اللوحات اللي تترسم تباع، كثير منها يرجع للمستودع، فيحتاج انك انت تحافظ عليها بشكل جيد بحيث انك انت ما تخسرها او تلغيها. هذه مجموعه من الاعمال شغال عليها، انجزت جزء منها، وهذه مجموعه اخرى، طبعا لوحات كبيره مو صغيره، يمكن الصوره شويه ما تعطي الشكل كاملا، ولكن الاحجام اللوحات تبدا يبدا مع الشخص يسعى انه يوصل النتيجه او الصوره الكامله، بحيث انه الاحجام اللوحات الكبيره غير الاحجام اللوحات الصغيره. هذه مجموعه اعمال تحت الانشاء لسه شغال عليها. هذه لوحه اخذت فيها الرواشين الموجوده في الحجاز. الرواشين هي عباره عن مجموعه من النوافذ تصنع في المنزل من اجل ثلاث اشياء: خصوصيه المراه او الاسره، ودخول الضوء لداخل المنزل واهميته، ودخول الهواء داخل المنزل واهميته. لذلك يصنعون شباك بهذا الحجم، اكبر حجم كبير، يعني تقريبا اغلب الجدار مغطى بالروشان، ثم بعد ذلك يبدا في نوافذ في الداخل، في اماكن للجلوس لداخلها، وكذلك في اماكن للاضاءه في داخل هذه الرواشين. والرواشين موجوده في الحجاز اكثر من ثلاث انواع على حسب من فين تناقلوا هذه الفكره او هذه، نفس الايحاء ونفس الاحساس، ولكن بشكل يعني يعتبر معاصر نوعا ما، نعم، ومختزل لهذه الفكره. هذه الواجهه للحجره النبويه الشريفه، اخذت مقطع من المكان اللي نقف فيه، فيه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام على ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، واخذت نفس الواجهه الموجوده، الحديد الموجود، وبدات ابحث عنها، وجدت انها كانت العبارات الموجوده هنا في الداخل كانت عبارات غير هذه العبارات، بعدين مع الدوله السعوديه تغيرت وضعت عليها العباره هذه، لانها كانت في البدايه كان مكتوب فيها عبارات يا الله يا محمد، وكانه نداء يعني على في المكان، فتغيرت الى لا اله الا الله محمد رسول الله مع التوسع الجديد. سالت عن هذه الدوائر الموجوده هنا، وقالوا لي انها هذه هي المكان للدفن، فهذا المكان هو اماكن القبر مدفونين فيه، ومع الزمن ومع التوسعات اصبح هذا المكان هو المكان اللي احنا نسلم عندما نذهب للسلام، ما ننظر للوحه، هذا المكان هو مكان القبر، هو مكان الراس الدفن هنا، راس النبي صلى الله عليه وسلم ثم صاحبي. فيفترض انك عندما تذهب الى القبر انك انت عند هذه الدوائر، هذه الزاويه اللي مع البحث، طبعا انا ما كنت اعرف هذه المعلومه، لكن عندما تخصصت في هذه الجزئيه بحثت عنها وجدت هذه المعلومه. واضفت عليها ورقه ذهب، واضفت لها هذا الملمس ليعطيني نفس الايحاء الموجود في عند الواجهه الحجره النبويه الشريفه. الله يجزيك الخير ما شاء الله. الله يسعدك يا حبيبي، حياك الله. فهذه من اخر الاعمال اللي انا اشتغلتها. هذه صناعه الورق. دخلت بين انه انا اصنع الكلمات او الحروف زي كلمه محمد الموجوده على الابواب في الحرم النبوي الشريف، والزخرف الموجود عليه،
وصنعتها على شكل ورق طبيعي، كبس وضغط وبملمس بهذا الشكل. دخلت أكثر من خامة، دخلت خامات مختلفة بحيث أنه يكون عندي ضغط الحروف يعطيني هذا الإيحاء. دخلت حروفيات عن طريق الغائر بهذا الشكل، غير الصورة السابقة اللي كانت هو عن طريق الجزء البارز. وصناعة الورق أخذت مني يعني كتجربة فترة طويلة، وفي ناس كثير اشتغلوا عليها. أنا حاولت يعني أدخل خامات مختلفة، أدخل بين التجريدية للشكل وبين الصور، هذه صورة للملك سلمان أيضا بالورق، كلها ورق كاملة. وهذه مجموعة من الحروفيات أيضا بارزة، فاشتغلت على الغائر وعلى البارز بأكثر من خامة. وهذه الواجهة من الصورة كذا أكثر وضوحا للحجرة النبوية الشريفة، الواجهة الخاصة فيها أيضا عملتها بارزة بهذا الشكل، كلها بالورق، كلها صناعة محلية في الاستوديو عندي هنا. ما شاء الله كل صناعة الورق هذا بسويه عندك في نفس الاستوديو يعني؟ أيوة عندي في الاستوديو. ما شاء الله. أتسلى يعني، تعرف أنت كورونا من إيجابياتها أن أعطتنا مساحة للتعبير. الحمد لله كويس استفدنا منها. الحمد لله. يا الله يوفق. هذا مستودع الأعمال. هنا التخزين للوحات يمكن مو مرتب كثير، لكن يعني حاولت أنه أنا قدر المستطاع أنه أنا أدخل في أنه أنا أخزن الأعمال الجاهزة اللي أنا نفذتها وما أحرقها. أخذت مساحة عرض ملائمة، انتهيت منها أبدأ أحفظها بمقاسات بحيث أن كل مقاسات متقاربة أخزنها مع بعض. أيضا اللوحات الجديدة تتخزن مع بعض سويا. بعد كذا بدأت أخزن الألوان بناء على الخامات والأدوات الموجودة معها. كل مجموعة ألوان تحتاج أنه أنا أجمعهم وأخزنهم سويا علشان لو احتجتهم أقدر أوظفهم سويا. ويعني محاولات مني على قدر المستطاع بالعكس بسويها بطريقه احترافيه في يعني انك تخزنها الطريقه بالشكل هذا ابدعت فيها. يعني فكره التخزين ما شاء الله هي نفسها كويسه، يعني مخلي الخامات كلها عندك. يعني اللوحات الرول القماش ايضا وضعتها كلها بهذا الشكل، سواء كانت ورق او كانت قماش. وهذه تاخذ من الفنان مساحه. احيانا الواحد يعني تخسر اللوحة في طريقة تخزينها. أكيد. التخزين السيء ما يعطي اللوحة، ما يحافظ على قوتها، تيجي بعد فترة تلاقيها بدل الغبار بدل الجو عوامل التعرية الرطوبة زي عندنا احنا في جدة تأثر على العمل الفني. فحتى المستودع يفترض أن يكون فيه تكييف كل فترة وفترة ترجع تشغله حتى يمتص الرطوبة الموجودة، يحافظ عليه، يحافظ على الخامات والألوان ما تخسرها. يوم ورا يوم تقدر تحافظ على 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 أعمالك بشكل جيد. بالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك حبيبنا، حياك الله. هنا مجموعة من الأعمال مقتنيات، بعضها اشتريتها من السوق وبعضها هدايا من الفنانين زملائنا. وهذه من الرعيل الأول وأكبر الأسماء في المملكة العربية السعودية، مثلاً بروفيسور عبد الحليم رضوي رحمه الله له مجموعة. أيضاً من كبار الفنانين في المملكة عبد الله حماس له القطعتين اللوحتين الموجودة هناك، واضح الإشارة. أيوة اللي عندي يدي هنا، هذه فادي اللي فوق، هذه عبد الله الدريس، صادق غالب، هذا الفنانين السعوديين. الجزء اللي هنا فنانين من الخليج، من سوريا، من مصر، جورج بهجوري، صلاح جاهين، هشام العايش، كثير من الفنانين، موسى عمر، وكلهم من أساتذة الفن في
في الخليج وفي العالم العربي، صلاح طاهر الله يرحمه وكذا. وهذه يعني هذه أسماء كثير من الفنانين اللي لهم باع في الساحة يعرفون أهمية وتواجد مثل هذه الأسماء، وما في تجربة هي القمة بقدر ما الإنسان يضع حتى هذه الأسماء يضعها بجواره علشان يأخذ منها طاقة، يأخذ منها فكر، يأخذ منها إنه زي ما الناس هذه قدرت توصل لهذه النتيجة أنا كمان أقدر أوصل لهذه النتيجة. وكانت هذه هي النقطة اللي أنا أبغى أوصل لها. إن شاء الله توصل له أعلى. الفنان بموهبته الطيبة نحار مرزوق، إيش هو طموحك؟ الطموح يعني لا نهائي، وهذا يعني علامة للأمل إنه الحياة هذه ما نوقف عند مساحة، كل ما توصل لقمة تجد إنك أنت تبحث عن قمة أخرى. طبعًا أنا ما وصلت لقمة لكن أسعى ما زلت. كل ما تحقق إنجاز ولو صغير تحس إنه لا لسه في أنا في أشياء أقدر أسويها ثاني، تبدأ تحققها، تبدأ تبحث عن تجربة، تأخذ خامات، تجيب أحبار، تجيب بودرة تضيفها للألوان، تبحث عن كيمياء الألوان، الألوان هذه اللي تصنعت الموجودة كيميائيا، الجل والغرق خشب والصبغات الموجودة. إذا قدرت إني أنا لا أضيف شيء، إذا كانت نسبة الصبغة الموجودة 10 جرام، إذا خليتها 20 جرام إيش يصير في العمل الفني؟ كيف أصنع بريق للوحة؟ كيف أصنع أخلي اللون مشبع؟ كيف أشبعه؟ كيف أطفيه؟ كيف أخليه حزين؟ كيف أخليه فرح؟ في تعبيرات داخل كنها العمل الفني ما زلت أسعى إنه أنا يعني أبحث عنها. أحياناً استعجب إنه تجد المعلومة عند كبير من كبار قامات الفن ويرد عليك بكل بساطة، وتجد بعض المعلومات عند مبتدئين وتجد إنه يبخل أن يعطيها. وهذا اللي قد ما أقدر أنا أحاول أن أسعى أنه ما يكون حوالينا، وهذا اللي نتمناه أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه العلم ببحثك بممارستك بتوفيق الله. إذن بخلك في أنك أنت تعطيها الآخرين ترجع لشخصية إنسانية نوعا ما ينقصها مساحة من الأريحية للعطاء. بالعكس ما شاء الله، يعني كلمتك جدا رائعة، ونتمنى من الجميع يقتنوا فيها، بالذات الفنانين اللي طالعين في بداياتهم، لأنه فعلا الفنون مدارس ومواهب عالية، وجدا جميل أن يكون الفنان متواضع بعطائه زي ما يرغب أن يكون عطائه من فنه عالي. الفنان نهار شكرا جدا لهذا اللقاء الجميل، واستمتعت فيه بفنك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات ثانية قريبة عندكم في جدة في الاستديو. الأستاذ عامر الخالدي، أولاً سعيد بالحوار معك، سعيد بالمساحة الإنسانية اللي قدمتها، المتعة في التعرف على شخصيتك النبيلة والجميلة. في خلال هذا اللقاء حسسني بأنه أنا قصرت كثير في معرفة مثلك وشرواك، وشكرا لكم وشكرا لهذه المساحة. الله يسلمك، شرفتك، شكرا لك، نشوفك على خير. الله يسلمك، حياكم الله.